اخبار السوق ايه وحالة البيع والشراء؟ في ركود طبعا بسبب كورونا وكده، الدنيا مش شغالة زي ما الناس متوقعة. لكن ما فيش حالة البيع والشراء متوقفة. لا طبعا في ركود، الناس كلها متخوفة أصلا، متخوفة بسبب الكورونا، مش عارفين هتخش ولا مش هتخش، هيبقى في ناس هتقعد ولا مش هتقعد، كل دي مأثرة على السوق. يعني في إقبال وفي ناس متخوفة برضه عشان الكورونا وبتاع. لكن انا شايف ان حاله الاقبال كام في الميه مثلا؟ الحمد لله حوالي 75 80%. مش زي الاول من ساعه الموجه بتاع كورونا ديت، والاقبال مش زي الاول يعني. طب الاسعار مقارنه بالعام الماضي؟ هي هي. مفيش اي اختلاف؟ مفيش اي حاجه زي الاسعار زي ما هي يعني، في زيادات يعني. يمكن بيقللوا في الاسعار بس هو الظروف اللي بتخوف. يعني حاله التخوف. يعني الاسعار مفيش زيادات. بس في تخوف من الناس. انت استعديت زي العام الدراسي بالنسبه للادوات؟ زي كل المكتب. سنه بس ما بجيبش نفس الكميه بتاعت السنه اللي فاتت. يعني الكميه قلت؟ اه الكميه قلت عشان الاقبال مش كتير. ومفيش اي موديلات جديده في الشنط نزلت مثلا؟ في يا معلم باشا، في، لان المستوردين طبعا انت عارف هم مش صغيرين، في موديلات بتبقى متعينه السنه الجايه والسنه اللي بعدها. بتراعى اولياء الامور؟ طبعا. المراعاه ازاي يعني؟ يعني بنعمل برضه يعني تخفيض شويه، بنمشي الدنيا عشان الدنيا تمشي، الكل ياكل عيش من الاخر. الناس بتشتري بكميات الكراسات وكده؟ في الفترة دي؟ اه؟ لا. بقت قطاعة يعني، كل واحد على قد احتياجاته بس. المفروض دلوقتي يكون في حركة مبدئية، يعني أنت دلوقتي موجود معايا، هو المفروض إن يكون في حركة وأنت موجود معايا. تمام. يعني حتى الصبح نقول الدنيا مش هتسقع عشان درجة الحرارة، دلوقتي ممكن يكون في شغل. دلوقتي أنا شايف إن لسه